كيفية تفعيل بطاقة إكويتي المدفوعة مسبقاً والحصول على رمز بين الخاص بك. التسجيل عبر تطبيق الهاتف لأول مرة. افتح التطبيق واضغط على تسجيل مستخدم جديد. ادخل رقم هاتفك المحمول. ادخل رقم بطاقتك. ادخل اسمك الكامل واسم المستخدم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور. يجب أن تتضمن كلمة المرور 8 أحرف وحرف علوي 1 ورقم 1 ورمز خاص على الأقل. أعد إدخال كلمة المرور للتأكيد. انقر هنا. أدخل رمز التحقق لمرة واحدة OTP المستلم كرسالة نصية، أو اضغط على زر إعادة الإرسال إذا لم يتم استلام رمز التحقق في غضون دقيقة. قم بالتأكيد. اكتملت عملية التسجيل بنجاح. تفعيل البطاقة. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك. يمكنك تفعيل بطاقتك عن طريق النقر على كل البطاقات، ثم اختر بطاقتك. في الزاوية اليسرى العليا انقر على شريط التمرير لتفعيل البطاقة. لمعرفة رمز البن لبطاقتك اضغط على المزيد، أي النقاط الثلاث أسفل الصفحة الرئيسية. اذهب إلى الملف الشخصي، ثم انتقل إلى كلمة المرور للحركات المالية. انشئ الرقم الخاص بك وقم بتأكيده. ادخل الرقم السري الخاص بحسابك. اضغط على كل البطاقات. اختر بطاقتك من القائمة، ثم انقر على إظهار الرمز السري. أدخل كلمة المرور الخاصة بالحركات المالية، ثم أدخل رقم CVV المكون من 3 أرقام والمطبوع على ظهر بطاقتك. سيظهر رمز البن الخاص بك على الشاشة.